ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رنا محسن ميك اب ارتست. النهارده عملنا لوكس واي كده حاجه سهره، بس حبيت اغير شويه بما ان اللوكات القديمه كلها كنا بنعملها بشامل فوق العين وجليتر وحاجات واضحه قوي، حبيت نعمل حاجات مط، وفي نفس الوقت برضو كسرت المط ده بسنه ايلاينر، حاجه جليتر بسيطه. فتعالوا بصوا كده على اللوك، ولو عجبكم تقدروا تتابعوا الفيديو للاخر. اتمنى ان يكون اللوك عجبكم واستفدتوا بيه، واشوفكم في حلقات تانية.